الخالي بلاش، حسف قلبي عاش، تركني وتلي راح. هلو سيدتي، شلونكم؟ شخباركم؟ والسلام عليكم للجميع. طبعا انا حين جاي اسوي لكم سكين كير وميك اب توتوريال في نفس الوقت. طبعا اول شيء راح ابتدي في الخطوه المهمه اللي هي السكين كير. انا استخدم هاي الشيء العجيب الرهيب، انزين جل اي باتش. هو المفروض ان تخلونه مثلا من 15 ل 10 دقائق. طبعا هاي الشيء الجل اي باتش يشيل السواد اللي تحت العين، وايد زين ومفيد والله يا جماعه. هاي الشيء حد عجيب والله. ماي يونيكورن. شنو التوتوريال يكون؟ يبيني اسوي سوفت الميك اب اليومي. طبعا خلاص نشيله. الله، استخدم هاي الشيء الكيوت، اتس مويست ماست. اوكي برش منه، ننطر شوي لين ما ينشف، والحين بنبتدي الميك اب توتوريال. اتس لاين ليس برايمر. اوكي طبعا هذا الشيء والله العظيم ان انا ما استغني عنه. طبعا it keeps your skin hydrated. حد عجيب والله. يعني انا هني احط، وهني وهني وهني، وعادي بعد تحطونه في الوجه كامل. انزين it's a full coverage foundation. طبعا انا بس احط نقط نقط، يعني ما اكثر. اوكي انا استخدم هالفرشة طبعا عشان يدمج الفونديشن بسرعة. وطبعا في بنات يستخدمون البيوتي بلندر، بس انا ما استخدم بيوتي بلندر، انا استخدم برش عشان اقدر ادمج الفونديشن بسرعة. بس اسرع سريع. نصيحة والله يا بنات انكم تستخدمون برش احسن من البيوتي بلندر. طبعا لا تنسون اهم شيء النك. طبعا انا ما احتاج شو اسمه الكونسيلر، لان اوريدي هاي فل كفرج فيغطي كل شيء. انزين حط شوي فيها، ما حط وايد، لا تكثرون وايد عشان ما يكون وايد اوفر اوفر اوفر. فوالا. ولا تنسون your neck. بس البرايمر لحق الحواجب. زين اخذ كذي. هاي البرايمر وايد 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 عجيب. وايد زين كذي وبس. طبعا انا بس اعبي الفراغات اللي في حواجبي كذي. انا ما احب ان اكثر عشان لا يبين انه مرسوم، عرفتوا؟ عشان it looks natural. بس والله بنات شوفوا شلون وايد natural وما يبين انه مرسوم عدل. زين الحين نسوي البرونزر شي وايد خفيف وايد. وانا ما احب احط وايد يعني، بس بلاشر. انا اسوي كل دي اول، بعدين اروح حق الاي شادو حق المسكرة. شفتوا هاي هو اللي استخدمه. شفتوا بس تدمجونه على شكل دائري. اوكي
اوكي، لان لونه وايد قوي فلازم تخففون كثر ما تقدرون. بس على شكل دائري. بس زين، بس احط شوي، ما ابي اكثر. تذكرون احنا دائما نسوي لما نحط الماسكارا اوكي. بس يعني اما ما احتاج والله احط وايد. زين شوي تحت. ها بس زين، هاي اللون وهاي اللون. طبعا انا راح استخدم هاي اللون. زين بس كذي. وبعد انا اريد احط بلاشر بس عشان اذا ابي ازيد. ادمج 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 لين ما يصير اوكي. حتى هني نفس الشيء، شوف شلون زاد وايد 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 طبيعي. وبس والله هاي هو الميك اب توتوريال مالي. ان شاء الله لو استفدتوا من هالشيء. واحبكم وايد وايد وايد. حلى الترك.